بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف النهاردة إن شاء الله إزاي هنضيف كوردينيت اكس واي لي البوينت، سواء كانت الطبعة لير اللي عندي واحدة إحداثيات مترية بروجكتيف أو إحداثيات جغرافية. هنشوف الفرق بين الاثنين. هنشتغل في البداية على إحداثيات المترية بروجكتيف، دي طبعا عندي. هنروح للأوتبوت بوكس داتا مانجمنت تولز فيتشر اد اكس واي كوردينيت، دي اللاير. اوكي، اضاف ليها احداثيات الاكس والواي، احداثيات مترية. هنروح نشوف، نشتغل على الطبقة التانية اللي هي الجغرافية، اد اكس وواي، دي الاحداثيات الجغرافية. شايفين طلع عندي احداثيات جغرافية اسمها الديجري، وهنا طلع عندي احداثيات مترية. هنشوف دلوقتي ازاي نضيف احداثيات جغرافية اللي هي ديجري ومينت سكند، بتستخدم طبعا في اعمال المساحة التوتال ستيشن. في البداية هنضيف فيلد نوعه تكست، هنسميه است، ده فيلد. هضيف فيلد تاني هسميه نورث نوعه تكست، نضغط رايت كليك على فيلد ليست واختار كالكوليت جيومتري. هنا اليونتس حدد ديجري مينت سكند، نضغط اوكي. دي احداثيات ديجري مينت سكند، ده ليست. أكرر العملية تاني، كالكوليت جيومتري، أختار الواي كوردينيت، وهنا أختار ديجري من السكن. أوكي، كده بقى عندي الإحداثيات المترية والإحداثيات الجغرافية. علشان طبعا أعمل إحداثيات اللي هي ديجري من السكن لازم يكون نوع الفيلم تكست. فشكرا.